ولد في العام 1951 في قرية البعنة. منذ الطفولة عرف أن التمثيل له وهو للتمثيل. العام 1972 كان بمثابة البداية له في طريق التمثيل والسينما، حيث أنه تعلم في معهد بيتسفي ليحصل على منحة لإكمال تعليمه في فرنسا. خطى الخطوة الأولى في عالم السينما في العام 1987 في فيلم أفينتي بوبولو ليثبت نفسه كممثل وليفوز بجائزة أفضل ممثل سينمائي في إسرائيل في العام 1989، ليشارك بعدها في برامج تلفزيونية ومسرحيات وأفلام كمخرج وممثل، ليكمل طريق النجاح والتألق